صباح الخير جميع المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم ضمن فقرة التغذية ضمن برنامج يوم جديد. فقرتنا اليوم رح تكون عن إيش هي الأسباب اللي عم تظهر حب الشباب. هل الأشخاص لما تفكر إنه إذا أنا عم باكل شوكولاتة أو عم باكل زيوت، هل هاي الزيوت أو الشوكولات رح تأثر على وجهي أم لا؟ اليوم رح نستعرض هاي المفهومات ورح نشوف شو الطرق الغذائية الصحيحة، وبالإضافة إلى شو الطرق الصحيحة بالعادة إنه أنا أتبعها لحتى أحافظ على بشرتي بالشكل المضبوط. بداية اليوم رح نبلش بالأشخاص اللي عندهم أو بيعانوا بكتير من حب الشباب. حب الشباب ما بيعتمد على الفكرة أنه نحن كل ما غسلنا وجهنا أكثر كل ما رح يقل أكثر، ولكن بالعكس. لكن الغسيل المتكرر للوجه مرات بيكون له أضرار أكثر من ما له فوائد. فاليوم رح نحكي شو هي الطرق الصحيحة بالإضافة إلى التغذية الصحيحة لهذا الشيء. فإذا نحاول قد ما بنقدر إنه إحنا ما نكرر غسل الوجه، لأنه هذا الإشي بيضر البشرة أكثر ما بيفيدها، وأكيد بيؤدي إلى تهيجها، وطبعاً بيزيد من حب الشباب سوءاً. الحد الأعلى لغسل الوجه للأشخاص اللي بتعاني من حب الشباب هو مرتين في اليوم، فريت للأشخاص اللي عم تغسل وجهها أكثر من ذلك لحتى تقلل من التهيج، هذا الشيء غير صحيح. بالإضافة إلى ذلك، في كتير أشخاص عم تستخدم المستحضرات اللي فيها زيوت عالية على أساس أنه هاي الزيوت ممكن تخفف من زيوت البشرة، ولكن هذا المفهوم خاطئ. كل ما استخدمنا مستحضرات تحتوي على زيوت أقل، على مواد كيماوية كمان أقل، بيكون إلها فوائد أغنى وأفضل. كتير أشخاص رح تنصدم من المعلومة، ولكن إذا نحن بنغسل وجهنا بصابون الغار اللي مصنوع من زيت الزيتون، هو الوحيد المفضل لهاي للأشخاص اللي عم بيعانوا من حب الشباب أو حتى تهيجات بالوجه، لحتى نحاول قد ما بنقدر نحد منها. فوائد زيت الزيتون مش بس للجسم من داخل، ولكن إلها فوائد كتير كبيرة على الجسم الخارجي، وأولا إنه بحد من تهيج البشرة، ثانيا دائما بيعطيها نضار ولمعان. فالأشخاص اللي عم تحب إنها تحد من هاي الشغلة، خلينا نجرب إنه نحن ما نستخدم الصابون اللي بيحتوي على زيوت عالية، وإذا حبينا إنه نستخدمه فهو صابون زيت الزيتون هو الحل الوحيد لهاي الشغلات. أشخاص كمان دائما كتير تسأل، هل إذا أنا عم باكل شوكولاتة أو عم باكل تشيبس أو عم باكل بالأخص مكسرات، هل ممكن تزيد من تهيج البشرة؟ هل ممكن تطلع دهون على وجهي أو تزيد من حب الشباب؟ للأسف هاي معلومة غير صحيحة. حب الشباب دائما بيتكون لأنه بتنسد مسام الوجه، إن كان بالزيوت أو بالخلايا أو البكتيريا الطبيعية القديمة اللي بتترسب على الوجه. هاي الخلايا، الزيوت والبكتيريا، بتؤدي إلى التهابات معينة ممكن إنها تزيد من إنه يكون عندي انسداد في هاي المسامات، وتؤدي انه يكون عندي حب الشباب. ولكن المأكولات المختلفة اللي انا ممكن اكلها مش رح تؤدي انه يكون عندي حب الشباب، بالعكس مش موصولة بانه يتكون عندي حب الشباب بالبشرة ابدا. فاذا للاشخاص اللي عم بتفضل مأكولات معينة، ما في مشكلة انه احنا ناكل هاي المأكولات، بس اذا لاحظنا من شخص لشخص فرق انه ممكن مأكولات معينة تؤدي الى تهيج البشرة عندي، فممكن انه نحن نستبعد عنها. ولكن ما في اي جايد لاين بتحكي انه كل الاشخاص ممكن يصير عندهم حب من أكل المكسرات، أو كل الأشخاص ممكن يكون عندهم حب من أكل الشوكولات. هاي المعلومة غير صحيحة. كمان معلومة جديدة أو للأشخاص تذكيرية هي أكثر من ما إنها جديدة، أكيد شرب المي كتير مهم للبشرة، وبساعد إنه يبقي البشرة بشكلها النضر. لما نحن نشرب كتير من المي خلال اليوم، بيؤدي هذا الإشي إنه نحن نحافظ على بشرة رطبة جيدة، وأكيد بحد من إنه تشكل عندي حب شباب على الوجه. النظام الغذائي طبعا بشكل جزء كتير مهم وكتير أساسي بأنه نحن نحافظ على بشرة جيدة. لما نتناول الكتير من الفواكه والخضار الطازجة، أكيد الغنية بالفيتامين A والفيتامين C هي الفيتامينات المعروفة أنها بتقدر تفيد البشرة بقدر المستطاع. كتير كريمات بتتبنى بتترتب أنه يكون موجود فيها نسبة عالية جدا من الفيتامين A والفيتامين C، فإذا نحن كمان أخذناهم بمصادرهم الطبيعية من الخضار والفاكهة، أكيد رح تفيدنا بشكل أكبر. ما ننسى انه نحن حتى اذا استخدمنا مستحضرات التجميل الثقيله على الوجه، رح يكون هذا له اضرار مختلفه، مثل المستحضرات اللي بتكون كريم الاساس او احمر الخدود. هاي بتكون بالعاده ثقيله جدا، وممكن انها تؤدي الى انسداد المسامات، وتكون سبب رئيسي في تشكل الحبوب على الوجه. فممكن ان احنا قد ما بنقدر ان احنا نحد من استهلاكها او نحد من استخدامها، وحتى لو استخدمناها مره الى مرتين في الاسبوع بيكون كحد اعلى. للأشخاص اللي عم تستخدم المساحيق للوجه، خلينا مثل ما حكينا نستخدم المساحيق الخالية من الزيوت، وما ننسى أنه نحن إذا حطينا الماء البارد مع ماء الورد على الوجه بشكل يومي الصباحي، رح يكون له كتير فوائد أكثر من ما إحنا لو استعملنا كتير مستحضرات تجميلية. دائما المواد الطبيعية إلها فوائد كتير أغنى وأكبر على الوجه، وبتحافظ على الوجه بشكل أفضل. فما ننسى أنه نحن نروح دائما من المواد الكيميائية ونرجع للمواد الطبيعية اللي فيها مادات مواد أفيد للبشرة.
ما ننسى كمان تعرضنا للشمس وخصوصا بفصل الصيف بشكل كبير بيؤدي الى تهيج البشره، وممكن كمان يكون سبب اساسي لتشكل حبوب الشباب. خلينا ننتبه من انه احنا ما نعرض وجهنا لفتره كثير طويله للشمس. طبعا اكيد ممكن انه نحن نستغني او نستخدم واقي الشمس اللي بحد من انه نحن نمتص عندي بالبشره الاشعه الفوق البنفسجيه، لإلها كثير اضرار. ممكن كمان انه نحن نحط عصره ليمون خفيفه على الوجه قبل ما نطلع برا لاشعه الشمس. هاي عصره الليمون ممكن انها تحد من امتصاص اشعه الشمس بشكل كثير كبير. وطبعا للاشخاص اللي دائما بيكون عندنا الشعر على الوجه كمان ممكن يؤدي انه يزيد من حبه شباب، فممكن انه احنا نستبعد عن هاي الشغله ونحاول قد ما بنقدر انه دائما نخلي الوجه نظيف رقيق وما نحط عليه اي شيء. اكيد لازم نتجنب انه نحن نلمس الوجه او نفركه بشكل مستمر. لازم دائما نستخدم المرطبات الخاليه من الزيوت، ما نقوم بعصر البثور او لمسها نهائيا، وما ننسى انه نحن نستخدم علاج حب الشباب حسب الارشادات الطبيه. كثير اشخاص عم تاخذ هاي الادويه وخصوصا لما تعالج حب الشباب من دون ارشادات طبيه، من دون كميه ما كافيه ووافره من المي، علما بانه هاي الادويه ممكن تاثر على الكبد والكلى. خلينا ننتبه انه نحن نستشير الطبيب قبل ما نستخدم اي شيء. فإذا التذكير كان عن موضوع حلقتنا، حكينا اليوم عن حب الشباب. يفضل أنه نحن نستحد من استخدام الأشياء اللي فيها زيوت بشكل كبير لأنها بتؤدي إلى بثور بشكل كتير كبير على الوجه. ما ننسى أنه نحن نستخدم دائما المواد الخالية من الزيوت ونستخدم دائما المواد الطبيعية. للأشخاص اللي عم تعاني من هاي الشغلة، عصرة ليمون على الوجه ممكن تؤدي أنها تخفف من حدية حب الشباب بشكل كتير كبير. وبالإضافة أنه نحن ممكن دائما نحط ماء الورد كمان على الوجه بيعطينا ضارة. المأكولات مش رح تأثر على حب الشباب، بالعكس مش كل الأشخاص إذا أكلت مكسرات أو أكلت شوكولاتة أو تشيبس حتى ممكن يصير عندها حب الشباب، لا، هي بتختلف من جسم لجسم وحسب ردة الفعل للجسم تبع كل شخص مع هاي المأكولات بتختلف من شخص للتاني. فخلينا نحن نلاحظ ونراقب جسمنا شو هي المأكولات اللي ممكن تزيد من حدية الحبوب عندي بالبشرة وكمان تهيج البشرة، نحن ممكن نستبعد عنها، وأكيد هي بتختلف من شخص للتاني. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهاي الفقرة الغذائية. خليكم معنا يوم الثلاثاء لنحكي موضوع جديد بالتغذية. بنرجع لزميلتي أليكس لنكمل برنامج يوم جديد، ونهاركم سعيد.